بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربي اغفر لي ذنبي ويسر لي أمري واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فاجعل أمرنا هذا سهلا يا رب العالمين. ولمشاهدين كالعادة أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام، أزفها لكم من قلب استديو قناة الحياة الجزائرية. تحية طيبة مباركة ملؤها الصفاء والنقاء والوفاء. وبعد، يجمعني اللقاء معكم في حصة نهار الجمعة وهي الحصات تاعكم إن شاء الله، لأن الله يقدرني باش ننقل فيها الانشغال ونجاوب على بعض الأسئلة من باب التسهيل فقط. قلت عدة مرات لست بفاتي ولا مفتي ولا داعي ولا ولا ولا, ولا. وإنما حبيت نكون همزة وصل ما بينكم وما بين المشايخ الدعاة، يعني الناس اللي محتاجينهم وما عرفتوش توصلوا لهم، ما عرفتوش كيف تسألوهم. لذلك ننتظر المكالمات تاعكم من خلال الرقم اللي يظهر تحت الشاشة إن شاء الله. ألو ألو، عندي مكالمة. ألو ألو ألو، نعم ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مليح الشيخ، ارفعي صوتك شوية أختي باش نسمعك مليح. قلت لك راك مليح، واش راك الشيخ؟ راك مليح لاباس؟ لاباس الحمد لله، سؤال عليكم. الحمد لله الشيخ. أسمعك، نعم. ألو، أنا نسمع فيك الشيخ. أنا في عمري 48 سنة، طفلة عازبة، مانيش متزوجة وأتيمة من الأم والأب. يتيمة الأب والأم؟ أي والله. بارك الله فيك. كنت في عندك اللي يسموني مروان سليمه، نحوس على وليد حلال، معليش يكون عنده دراري صغار نلفدهم هكا، بالك ممكن ندير الخير ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. من شو جات يا اختي الله يحفظك؟ نسكن في عين دفله. عين دفله خيار الناس. ايه عين دفله خيار الناس ان شاء الله اختي. ان شاء الله يا ربي. وزعمة بنت فاميله مصليه من الجامع ما نخرج. الله يبارك، الله يبارك، الله يكثر من خيرك ان شاء الله. ربي يوفق ان شاء الله ويجعلني سبب في تزويجك ان شاء الله، وان شاء الله ربي يجمعك مولد الحلال ونكون سبب في هذا الـ 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 ان شاء الله يا ربي. معليش يا الشيخ، يكون في عمره 60 سنه 55، معليش معليش، ماهوش عيب اختي. المهم ان شاء الله يكون كاين رضا بيناتكم، انت راضيه وهو راضي ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي الله يوفقك ان شاء الله، راه يكمل لك ان شاء الله في ايام هذه تاع كما نقولوا احنا العواشير، رانا في شوال ان شاء الله. ربي يتقبل مني ومنك ويرزقك الزوج الصالح، وهذا اللي يكون نصيبك ان شاء الله، يكون يعني تكوني له تيا الزوجه الصالحه ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. هذاك اللي نحوسه الشيخ. الله يكرمك اختي، بارك الله فيك، الله ينورك، الله يسلمك، الله يسهل ان شاء الله. لذلك ان شاء الله ربي يجعلنا سبب من الاسباب في هذه المواضيع، وقلتها بعده مرات، ان شاء الله ربي يجعلني من هذا المنبر قناه الحياه يعني نكون همزه وصل ما بين الناس في الخير. هكذا انا قلتها، باسكو بزاف ناس اليوم يقول لك انا نخاف نوري. علاش تخاف؟ حقيقه مره يقول لك النهار اللي نعرف بيناتهم ويتحبوا ويتناسبوا حد ما قال لحد، اما لما كاش حاجات بيناتهم وصلت كاش حاجه يبداو قال لك المقارده، اول واحد يقارده هو اللي وصل بيناتهم، وكما الشيء هذاك وجه الشر. انا وين نعرف ناس كيما هذو طاحوا لي كلبلة. حقيقه هذه مره، اذا كان لازم تخاف قال لك انا كلش ندخل روحي الا الزواج، لا لا انا نقول لهم كلش ما ندخلش روحي الا الزواج، ندخل روحي ان شاء الله نكون سبب باش الناس تدير حلال باذن الله تعالى. باسكو هذا الموضوع ولو بزاف يكذبوا فيه، يعني كما نقولوا حنا يزعقوا فيه، وعلاك الناس فقدت النيه تاعها. ماهوش عيب اختي مؤمنه تحوس تحصن، ماهوش عيب. واش قال سيدنا شعيب سيدنا موسى عليه السلام؟ تعالى ازوجك احدى ابنتي، هام وانظر واختر ما تالي عجبتك اديها. وموسى عليه السلام ضرب لنا الدرس في الصبر، ما كاش واحد صبر كيما موسى من بعد ايوب عليه السلام. شوفوا الانبياء يجوا صبارين، خدم عنده 8 سنين وزاد له عامين من عنده باش يطمئن قلب شعيب على بنته عند موسى، انه المهر تاعها كان يخدم عند باباها. شكون اليوم يخدم 8 سوايع عند نسيبه؟ نتحداكم من هذا المقام، نتحداكم لا كاش واحد
يجي لنسيبو يخدم عنده ثمن سوايع ماشي ثمن شهور ولا ثمن سنين باش يدي بنته، تعطيها له هديه من عندك يدور عليك، صح عيدك ما تسمعهاش من عند نسيبك، شكون راجل بنتك؟ كانك انت شكون؟ هضر اشرح روحي انا، انا جوني ناس شكاولي طوني انشغال وقلت من باب الانشغالات نقدمها للناس على اساس انا باش الناس ما تنظرش، قول الشيخ انا قلت لك بيني وبينك تدخرتها. كاين ناس بزاف ما يفهموش هذه الكلمه، تقولها بيني وبينه يبشحها 48 ولايه تسمعها. انا نقول في انشغالات كاين اللي يعوس نسيب وما قالوا صح عيدك نسيبي، نسيب راه في مقام الاب. كبر البنت هذه وقراها وداواها وادبها ودخلها المدرسه تاع القاطو ومدرسه تاع الخياطه ومدرسه تاع التعليم مدرسه قرانيه مدرسه كذا، نهار اللي خطبوا فيها وعطاها له كرم وعاونوا فيها من فما زاد شافوا، بالعكس يزيد ينافك ويزيد ينف عليك. وبعض الناس قال لي شيخ ولا عارف فيا يقول لي واش ما حاجه درتها لي شريت لي كاميو، هاو نسيب هذا اللي يشري نسيبو كاميو هذه وين مكتوبه واش مكتب يقول لنا عليه نقراوه روحوا نقراو فيه. الو عندي مكالمه. الو الو السلام عليكم شيخ عمو سعيدك عيد مبارك اخي الكريم الله يسلمك تقبل الله منا ومنكم وكل عام وانتم بخير. بارك الله فيك اختار شلال اللي جيت انا وما وبنتي ريتاج. بارك الله فيك. لاباس لاباس الحمد لله. الزوج واش رافيا؟ والله الحمد لله خويا. لاباس كيف راك؟ شيخ حمو واش شيخ حمو؟ حياتنا واش رافيا؟ والله الحمد لله خويا. راك تسمع فيا؟ راني نسمع فيك. الو قلت لك راك عيطت للزوج قلت لها تقصر شلاله واش رافيا؟ قصر شلاله؟ ايه تاع اللي جيتك انا ثم انا وبنتي والزوج. واش عندك انشغال اخي؟ ها؟ الانشغال تاعك واش شنو هو الله يحفظك؟ كيما انا جيتك ديك خطره من مقصر شلاله وانا بنتي مضروبه وما وانا جيت لينا في حصه رانا معاك. ها؟ جيت لينا في حصه رانا معاك مع يماك وبنتك. ايه انا عارف عقلت عليك ربي يحفظك ان شاء الله. صحيح ايه انا هو ايه البروبليم تاعك واش شنو هو؟ وشنو المشكل تاعك؟ بزاف ما عادك. ها؟ اه الحاج حبو واش الحجه؟ لاباس انا جايتك من قلت لك انا بعنا كاع القش والدار راه خرقه وها كيفاه وها كيفاه وقلت لنا راني نعاونكم وعيطت لكم شحال من خطره ما قبضتكمش. معليش واش خصك حجه قولي لي اختي واش خصك واش خصك؟ واش هو الانشغال تاعك؟ قلت لكم عاونوني وقلت لك عاونوني وجيت تما منين قلت لي راه هابط لك السكر وبعتي قشك وفوتنا والحصه كاع ما فوتوهاش. من 22 فيفري ما فوتنا حتى حصه. ايه بس عرفت عيطت لي انت انا ما عرفتش عليها لاني انا وطت فول قلت راه يا الحاجه انا شفت الانشغال تاعك انا باش نشوف الانشغال تاعك يعني علاش عيطتي لنا بزاف؟ عيطت لكم وجيت سيفكم فكرينا المشكل تاعك المشكل تاعك الحاجه حاجه ما بقاش كاع بعته وروحوا تشوفوا يا الحاجه حاجه الله يحفظك فكريني راه عندي بزاف انشغالات فكريني المشكل تاعك وشنو هو فكريني نفكرك دروكو ايه ايه دوك احنا منين قلت لك جيتك انا والطفل وكيما راه تقعدنا في الصاله منين قلنا لكم قال لكم الطفل راه المراه ما كانتش عاقده وكانت جاحده وتخلص في النفاقه جاحده علينا وكي قال لها عقدي جايبه معاها طفله وطفل وكي قال لها عقدي ما بقاش تعقد هربت لنا هربت لدارهم ومن بعد احنا شكا هو وحكم عليها وعطاو له زراري وفي تيار تجرات علينا راك تسلته راني معاك راني معاك نسمع فيك هي دارهم مش نقيه المراه هذه لا امها لا خواتاتها مش نقيه الدار في دارهم يا اخي الطفله في روحها قالت لكم امها تدير في الدخان في فمها الدار مش نقيه دوك احنا كي حكمنا عليها بالشلاله وعطاونا زراري قصرت لنا الكيرت خسرت علينا 20 مليون ودارت لنا ثلاثه محامين وحنا ما عدناش قلت له ومن بعد قلنا لك اودي راها طفل امين ما عطاتولناش شفناه مبلع عليه الباب احنا ماناش تاع مشاكل قالت لنا كون تجو ثم عدى الباب نديكم تهمه لا هي لا امها وبيها ما يحكمش خوها ما يحكمش قالت له ندير لك التهمه قالت له ندخلك الحبس وجينا شكيناكم قلت لك انا بعد كاع القش الحاج والله قلت لك روح تشوف بعينك الا تسع حاجه نقسم لك بالله الله العظيم ورانا ذا الوقت ثاني راه كسرنا لها الزين مازال ما خبروناش ومازال الشرع راه ذا الوقت في شلاله ذا الوقت دونك ما فهمنا والو احنا رانا ما ضعفاء ما طقنا لهمش معليش الحاجه شوفي اه انت يا شوفي في الوضعيه تاعك في دار شاك كيفاش راهي جيبي جيجمون تاعك نشوفوا الوضعيه تاعك الوضعيه تاعك باش نجم نعاونوك ان شاء الله ونوجهوك ان شاء الله هكذا
هذول ماذا بيا نعرف كما يقولوا الوضعيه السيتياسيون وين يلاحق هذوك كاتيك؟ يعني واش حكموا؟ احنا الحوش وقعت طفيف هي دارت لنا الخلع. دارت الخلع كي ما بقاش ترجع دارت الخلع والطفله راه عندنا ما بقى الطفله هاربه من عندها يا اخي ورينا لكم التصويره. ايه فهمت فهمت دارت الخلع للراجل. خلاص كيف الطفل كان ولدي معيش لها بنتها شحال من عام ومن بعد ودفع فيها ودارت لنا الخلع وحكموا عليه حكموا عليه فوق الزراري وما عندوش وعدو يخدم بطاله. هو ما بقاش يطلق وطلقوها قيابا والنفاقة والخرية تاع الدار وحكمت عليه باللي وين ما تروح تدي دراري هي راه جرات علينا في تيرت وحنا ما عندناش في الكتاب انا نهضروا في تيرت الله غالب ما عندناش عندنا غير ربي سبحانه واللي معاه ربي ما يغرق ما تحققونا معليش مهم انا نقل شي حاجة عامين والله لا في عامين ما شناش نقسم لك بالله العظيم لا في عامين ما شناش فهمتك 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 هابا خبرك يا اخي جاي لك ليك ومني قلت راه هابط لك السكر ونض قلت لي راكي بعتي كاع القش قلت لك روحوا تشوفوا ولا شفتوا حاجه تاع قش دخلوني انا ومانيش في الشلال انا راني قاعد بعيد من الدار ما كاش مشكل حاجة وتهبط قدامنا وتضل تجري وتضل والطفيل هذاك لا شوفي الحاجة واش ديريتي دوكا خليني من الهضره هذه زايدة خليني منها ما عندها حتى فايده فيها خلعت الله يسهل عليها الله يسهل عليها الحاجة الله يسهل عليها برك انت شوفي الوضعيه تاعك تاع وليدك في دار الشراء كيف راهي يعني روحي جيبي جوجمون تاعك شوف انك تحطي فخرك للدائر وراهم قالوا لنا نهار ثلاثه هذه عندكم الشراء باه تدي بفاري سهل المهم بارك الله فيك انا سمعت الانشغال تاعك هكذايا ان شاء الله الرحمن الرحيم بعد كنجاوبك الحاجه السلام عليكم المهم ربي ان شاء الله يفك رهانها ويفك رباطها ويسهل الامور تاعها هذه الحاجه على كل حال هي في حصه من الحصص تاع رانا معك جلست معنا وكانت يعني وليدها حب يعقد على الطفله هذه والطفله اللي ما حبش تعقد المهم تزوج مع الناس هكاك بلا عقد يعني ماشي قصدي عقد الشرعي تاع ليفري ما تحبش دير ليفري باش ما تخرجش مزوجه مطلقه مزوجه مطلقه مزوجه مطلقه مزوجه مطلقه هي هكا خارجه عليها خارجه عليها شو الشريعه حريتها نتزوج من صح ما تحوسوش تقيدوني بكارني هذا ربي يهديها على كل حال انا نسمع من الزوج انا مازال ما نسمعش منها انا سمعت من الطفل ومن يمه والطفل ما سمعش منه يمه هي تهدر غير هي اللي تهدر سيتادير ما تخليك تهدر مع الطفل ما كان والو هي اللي تفهم بزاف وهي كذا مع كل احتراماتي ليها ولوليدها وللداخل ولكن هذا الوضعيه هذه في الشرع احنا ما عندناش واش نهضروا في الشرع شوفوا الشرع واش يحكم بيناتهم ما عندناش شكوك احنا في الشرع وسيرتو دوكاتيك الحمد لله المحاكم تحرت الحمد لله هذه تاع المعارف والو الو العصابه هذيك يعني حتى العصابه الصغار ما بينا ما ندخلوش في لي ديطاي هادو دوك بعد ما يفريوها في الاخر تجيب لي ونشوف نطق بالحكم ولا نشوف مع الاستاذ اللي معايا هو اللي اهل الاختصاص انا ما نعرفش عندي مكالمه الو 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 السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شكون معايا معايا شيخ موح نعم شيخ حمو شيخ حمو شيخ حمو اه اسمح لنا الشيخنا حبيت عندي مشكل مع الزوج تاعي معليش خذي راحتك اختي لا شوف منين انتي منين انتي اختي تكلمي فينا مش من جهه انا راني من الجهه بدالي بصح عيطت تاع القبه معليش ما يهمنيش ما يهمنيش المهم باش نعرف شكون يتكلم معايا اخرى الجزائر وخلاص الجزائر العاصمه من الجزائر من الجزائر راني عايش من بدالي الجزائر العاصمه نعم اختي اسمعك وشو المشكل تاعك؟ المشكل تاع الزوج تاعي حبيت نعرف اسكو راني عايشه في الحرم ولا لا لا احكي لي دونك في الاول كنا نورمال ومن بعد بروفيت بلي راهو يخدع فيا مع برا مانيش عارفه اسكو وانا اسكو حاجه دارتنا انا كرهته الكره كحل سورتو كي سمعت بها هكذاك الكره عظيم كرهته ما نشموش نشوف فيها حاجه واحده اخرى ومن بعد رقيت لقيت روحي صح انا مضروره بصح هو ما شافنيش اسمع فيا شيخنا انا معاك اختي خذي راحتك ما شافنيش وانا لقيت روحي انا اللي مهلوكه قالوا لي كاع الناس بلي انت مهلوكه الكر هذا اللي كي كرهته راهو فوق اللازم فوق الحدود اي راجل يخدع في مرته ما تكرهوش الكر هذا مي انا زاد حاجه واحده اخرى بون رقيت وكلش لقيت روحي انا مضروره راني نرقي راني دوك مازلت كي نلقى فرصه نروح نرقي واش راكي كيف راكي في داركم ولا كيفاش؟ أنا في داري لا ما عنديش دار مني عندي داري وأنا ما كيف والحق الوقت ضربني غاف حرمني شحال من مرة ضربني حرمني شحال من مرة
فهمت بصح اسكو حبيت نفهم اسكو يعني انا اللي ظلمته يعني كي بعدته راح هو راه في طريق واحد اخرى راه مع نساء برا راهو ماشي وحده مع ماشي زوج تسمع فيا انا معك في سياك وانا جبت روحي منه جبت روحي خلاص وحرمني ودوك راني عايشين في دار واحد ضربني حتى الحق حب يقتلني حب يقتلني كامل وانا كنت انا اسمح لي شيخنا باش نقول لك بلي انا كي كنا كي كان معنا نسات ما كنت نشرشيلو انا نعايرو يسماكي مستعرفه بلي كنتي تستفزيه نعم راكي مستعرفه بلي كنتي تقلقي وتي تستفزيه اي بصح ماشي ومن بعد نقول ماشي انا درت هذاك الشيء كاع على جوا شخصيه شخصيتين حبيتي تقولي بلي كنتي مسحوره ما كنتيش عارفه واش كنتي ديري كنتي مجنونه ما كنتيش عارفه واش كنتي ديري لا الكلام اللي كنت ما نقولوش وليت نهضر كنقولوا يعني سب ما سبيتش يعني ما نسبش ربي ما عندكش مرض نفساني لا لا ملي بديت ملي بدا هكذا يخدع فيا ملي كان يخدع فيا وكامل انت شكون قال لك يخدع فيك ولا شتي بعينك؟ ايه هو هضر بفمي شيخنا وبالك كان يتمسخر معك لا لا يهضر بلسانه تليفوني صوني قدامي ويهضر ويهضر قدامي يهضر ويهضر كاع واش يدير معاهم ويدير لهم حوايج من الدار ويشري لهم حوايج قدامي يقول لي نشيلها جبال فلان فلانتي الفلانه يقول لي نشيلها جبال خيري لجبال فلانه هذه كاينه منها ماشي مع وحده من درت لونكيت درت لونكيت عليه صبته ماشي غير مع وحده مع شي زوج حاشاك اجاك ماشي يعني نساء بنات فاميلي نساء النساء اللي ما يهضروش الناس عليهم كامل لقيته والمش الانشغال تاعك وشنو هو الله يجازيك؟ نعم انا علاش عيطتي لي؟ قولي لي وش هو الانشغال تاعك؟ وش هو السؤال تاعك؟ بون دوكا كي حرمني دوكا راني عايشين في دار وحده هو في دار وهنا في دار ويقضي نطيب ياكل ما نساوموش مانيش نهضر معاه ما يهضر معايا رانا فوق الطابله ما نقعدش معاه فوق الطابله هو دوك راني سمعت بلي باسكو يقول لولادو راني نحب نولي ليها قف تاع كسني وانا هذاك الحقد الكبير تنحى لي شويه بدا يروح لي من الرقيه من الرقيه راني هذاك الكره الكحل هذاك اللي قوي بدا يروح لي اسكو يعني راني عايشه معاه دوك راهي في دار عندكم ولاد ولا ما عندكمش ولاد؟ نعم ولاد اولاد عندكم؟ عندنا ولاد عندي العروسه في الدار ولاد كبار ايه شنو عندك في عمرك؟ نعم شنو عندك في عمرك؟ شحال في عمره ولا له هو كما يقولوا راه مولا ولا غوتو غداج عنده 62 سنه اش عنده 62 سنه يقول 62 سنه راه تورداج تورداج وانت اش عندك في عمرك انا في عمري 56 سنه الله يبارك اش مالك الله يبارك راكي استاذه راكي تفهمي راكي تميزي فوالا انا راني دوكا راني غير مع القران مع ربي راني راني جبت روحي كامل من منه راني في بلاصتي راني نقرا في القران وندعي ربي سبحانه يتوب لنا في الطريق سواء اسكو حبيت نعرف اسكو راني في الحرم ولا لا لا كي راني عايشين في دار وحده نطيب ياكل هو ويقضي ونطيب وياكل. مساك كيفاش عندك ملي نقولوا تخاصمت وطلقت ولا حرمك ولا شحال من مره شحال؟ كي كانوا صافي هذا رانا قريب العام قريب العام دوكا رانا رانا هذا المشاكل كامل العام اللي فات شحال من مره شحال من مره تلقاك شحال؟ محرم حرم كل وقت يقول لك يا اخي راكي محرمه مني يا اخي راكي محرمه مني هو يصلي؟ يصلي يصلي بصح واش من صلاه هو بيان اون فورم وكامل يصلي قاعد ما يعني ما يصليش صلاه سوا سوا انا مي ماشي يصلي قاعد ولا يصلي راقد المهم يصلي بالك عنده لي رني ديسكال بالك عنده لي بانسمون بالك عنده لي كرازمون بالك عنده عقلاسه بالك شايف واش عنده ماي يحط الملائكه ما يخليش في السب السب يعني خاوته راهم يبكوا عليه خاوته راهم يبكوا عليه على يعني راهو عاصي فوق اللازم ما يعرفش يعني الدين كيفاش راهو سوا سوا ما يروحش للجامع ما يسمعش القران ما يسمعش هكذا اللي كيقرا ما في التلفزيون والو يعرف هذاك يجي يدخل يتوضا يصلي هذاك يقعد هكذا قباله فوق الكرسي يصلي دقيقه برك وينوض ما يوقف ما يرجع ما عندوش مرض نفساني ولا ياك ماشي دار ديبرسيون ولا دار كاش صدمه نفسيه ما عندوش حتى ديبرسيون ما عنده والو شيخنا ما عنده والو والسكر عنده السكر راهو عايش بيا هنا في الدار مع ولادو مع يعني عايش درنا له كاع التهويل مليح راهو لاباس عليه شرينا له طونوبيل شرينا له دار لاباس ما عنده حتى ديبرسيون
مش ما قلشتوهم قلش. هو راجل هذا شغل اللي قلت لك ما يعرفش الدين، ما كي يحط الذراري الصغار يسبهم برب استغفر الله يا ربي، يسب الكلام اللي السب اللي ما ينقاش، اختو تبكي ولات اختو تبكي، اخوه ما يخليلوش كاع خاوتو كامل عجبوه بصح قال لهم ما تدخلوش ارواحكم فيا. ربي يهدي ان شاء الله، حنا ندولوا الهدايه ان شاء الله، وان شاء الله يكون ان شاء الله. مش عارف انا ما عرفش كيفاش نسالو، ما لازم نسالو هو نسالو يعني باش نعرف لا سياسيون تاعكم كيفاش راهي. اسمح شيخنا هو باش يهدر مع الشيخ هكذايا يمنع، يقول لك انايا ما نهدر مع حتى واحد. الشيخ جبت الراقي للدار إيه؟ جبت الراقي للدار يهدر له الهدايا تاع ريان ديتو، يعني يقول له ما يقولوش واش دار هو واش راهو يدير، اسكو حلال اسكو حرام ولا إيه؟ حاجه لا لا، يقولوا يحكي له حكايات ماشي كاع في الداخل في المنطقة. كي يكون يلقي له، كي يكون يلقي له، كاين تفاعل مع القرآن، تجي له حمى البرد، الرشفة، القيا، دوخة، الفشل. والو والو، راسو رايح كاع أنت تلقي له وأنت تهدر معاه، راسو وين راهو؟ راهو في حاجة واحدة أخرى. خلينا منه هو، خلينا منه هو، أنتيا أنتيا أنتيا، خلينا منه هو، أنتيا. كي يكون يلقي فيك الراقي، التفاعل مع القرآن وكيف تحسي؟ يا ولدي باش تحكي لك، انا يا كي عود يرقي للقران، انا يا دوكا كي نحس القران نحس شغل الحنش يدور في كرشي. إيه؟ يدور في كرشي، يدور يدور يدور، يطلع لي الكره البالون صدري، البالون يقطع لي النفس، نقعد نقحب نتقرع. كي نتقرع كاين تفاعل، شتي؟ لا واسمحي لي اختي، نخرج هنا كاين تفاعل، معناتها كاينه حاجه، كاينه حاجه نخرج ريح هكذا. معليش في اخر المهم، شوفي اختي أنا ما نقول لك لا حلال لا حرام، لازم الواحد من أهلك واحد من أهله تجتمعوا ديروا الإصلاح. إذا كان هذا الطلاق اللي كان يطلق فيك يعني مانيش عارف، أنا مانيش عارف لا وحدة ولا زوج ما على باليش، أسكو راعيتوا الشرط تاع الطلاق هذا، الطلاق كما نقول لك الطلاق البدعي هذا؟ يا أنا واش نقول لك، أنا خلي لي رقم تاعك الداخلي ومن بعد كنسألك أسئلة ونسألوا أسئلة إلى كاين كيفاش، فيها الخير فيها الخير، ما فيهاش الخير انا ما كما دخلني، ثم تحملوا المسؤوليه تاعكم. صح، شوف كيما هو، هو دوكا ما يعرفش الحرام ولا الحلال، انا دوكا لو كان هو لو كان يسب قلت ولي ليا نورمال، كاش ولا دار والو. كيف يولي لك هذا مهبول هذا؟ كيف مطلقك ولي وهذه لعبه؟ والله يا شيخ غدوه دوك لو كان يدخل هكذا نتبسم له غير شويه ولا حاجه يولي نورمال، يولي نورمال. قال باسكو ما عرفش إيه، لازم هنا لازم هو يهضر نهضر معاه، خاش لازم هنايا ديروا اصلاح ذات البين. وشوفوا كالشيخ اللي تما قريب ليكم يعني كإمام ولا داعي ولا إنسان يعرف الفقه ويعرف الشريعة، يجيبوه بيناتكم حاكم من أهلك وحاكم من أهله، والشيخ هو ياخذ القرار تاعو. إلا رجعكم الشيخ مبروك عليكم، إلا ما رجعكمش الشيخ حاكموا سبحة وكل واحد فيكم يقول طفرت طفرت وخلاص. صح، أنا للآن أنا راني حابة بك أشكر، أنا ما نحبش الحرم، أنا أشكر راني عايشة في الحرم ولا لا، باسكو أنا مانيش حابة نولي ليه ديفينيتيفمون. شوفي الحاجة الحاجة أولادك، أولادك هم قابلين هذا الشيء في الدار؟ أولادك هم قابلين؟ أولادي 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 يقولوا نورمال، أولادي يقولوا لي لو كان لا تولوا بعضكم. إيه أولادكم يصلحوا بيناتكم، بالك مانيش عارف أنا والله، ماني فاهم كيفاش. أنا المشكل فيا ما فهمتش منك بزاف، شحال من مرة شحال كذا، مانيش فاهم مليح. المشكل فيا أنا مانيش حابة. أنتيا أو عندك أعراض تاع السحر أختي؟ على حسن ما حكيتي لي قلبك يدور لابول وتطلع وتخنقك وكذا، وكاين تفاعل مع القران ونسوق نقول نكره 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 هو هو، وشفته في الرقيه شفته هو ما هوش دليل شتي في الرقيه، الشيطان يدير الخيال اختي، يفرقون به ما بين المرء وزوجه، كاين اعراض، هذا الراقي هو اللي يدير التشخيص، هو اللي يعرف واش كاين، انا ما هكا تنمال وكذا، قادر يحكمك القلقه، القولون العصابي، قادر القنطه، قادر الزعاف، قادر الاعتبار تاعك تحسيه راح في التراب، ما دلكش اعتبار، هذا حق من حقوقك. بصح انا بصح شيخنا قلت لك ما قدرتش نشم وما قدرتش نشوفه وما قدرتش في الرقيه. بصح قبل كي لقيتي قلت لي نقص عليا الشيء هذا. ايه كل ما نلقيه كل ما نسمع سيرتو سيرتو كي يلحق الشيخ يلحق لهذاك تاع السحر. هاوليك كي نسمع كلمة هذا الكلام ما نحملش، هذاك الكلام السح ما نحملش. ايه ما انت شوفي اختي انت راكي يا ممسوسة يا مسحورة. انا مع كل احترام ليك لازم تعالجي، زيدي عالجي حتى تولي مع التفاعل القران نورمال، فهمتي؟ رفع الخطا عن ثلاث، عن النائم حتى يصحى والصبي حتى يحتلم والمجنون اي المسحور حتى يعقل حتى يبرى حتى تبراي.
هاو بالك انت كنت ديري امور هو كما يحملكش ترمي في ثقيل ويبدلك. قال لك انا اللي بدلني بالفول نبدلو بقشورو، هذه قاعده عند كاع الناس. انا قصرت مع ناس نقول له انت كيفاه، يقول لي شي حتى تشوف التصرف تاعك كيفاه معايا، ما تحسبنيش انا ما على باليش بها. نقول لك في الحرام يقول لي ما على باليش بها، هي تتحملوا. كاين ناس عندهم تغنن اختي. لا لا دوكا كي نروح للراقي اسمح لي شيخنا، كي نروح للراقي نروح لبس عليا النورمال. بصح لازم تلقوا فيه زوج اختي، ماشي انت وحدك. هو ما يحابش، هو اصلا للرقيه. إيه لازم واحد من اهلك ولا من اهله اللي تردوه للطريق اختي. ما يحابش. خاطش هكا يا ماديكا تولوا بالك عايشين في الحرام ماشي جايبين اخبار، لا. ما يهمك ماديكا ما ينفعك لا قران ولا صلاه. ربي دار حدود. تلك حدود الله فلا تقربوها، ماشي باش ربي قال طلاق مرتين خلاص. ماشي قال ثلاث مرات عشر مرات. ايه بليزيور فوا يقول لي راكي يا اخي راكي محرمه ب 30 ب 50 ب 1000 مره، بعديني طيني خطيني بعديني راكي محرمه ب 50. المهم شوفي اختي خلي لي الرقم تاعك الداخلي وانا نعيط لك من بعد ان شاء الله. هكذا. ايه. باش ولا حاب يهضر معايا نهضر، ما عندي اسئله نسالوا فيها. وربي يجازيك ان شاء الله وبارك الله فيك. ايه الصحه ربي يعاونك. سلامه سلامه صحتي الله يحفظك. لذلك مادام الوقت لحقني فاصل ونواصل. بسم الله الرحمن الرحيم. ها قد عدنا من جديد اخواني المشاهدين، ما زلت ننتظر مكالمة تاعكم ان شاء الله. راهو الرقم يظهر من تحت. الو 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 وي الو. السلام عليكم. شكون؟ وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخ حمو. واه شيخ حمو. نعم نعم دايما. انت اللي تسكن في بو عرفة؟ كنت في بو عرفة راني في بني تام. معليش حبينا نسقسوك برك. ما كاش مشكل. عندنا وليدنا عصبنا طفله من تم من بو عرفه. شاهو؟ راك تسمع فيا يا اخي. ايه. ما تكوبيليش، تخليني نتكلم. انا ما كوبيلكش، خذي راحتك اختي. عندك الوقت. خذي راحتك اختي. يعطيك الصحة. أنا يماك. تي مات الطفل؟ ما عليهاش. صح. شوف خطبنا طفلة من بو عرفه. تسمع فيا؟ أنا نسمع فيك اختي، خذي راحتك، قلت لك هضري. أنا نسمع فيك. خطبنا طفلة بو عرفة كي قطعنا الشرط كامل، قالوا دا قلنا لهم واش تشرطوا؟ قالوا نحن ما نشرطوا والو، نشرطوا لهنا. إيه. قولوا لنا برك يعني واش حبيتوا، حنا ما نشرطوا والو، لا علينا، حنا رحنا شري ما بغي ما شرطوش، شرينا وجدنا وكامل، وعطينا لهم النهار اللي نروحوا فيه. عيطنا لهم قلنا لهم نعرف لاننا جايين، سقسيني برك بابا قالت لي واش راكو جايبين؟ انا داكوغ نورمالمون ما يسقسيوش لا عن نفسك ما شرطوا والو. انا بنيتي قلت لها قلت لها راح نجيبو هكذا وهكذا 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 ما عليهاش. غدا من ذاك وليدي في الخارج جا تسمى فاكونس، قلنا نزوجو ويروح يدي الطفلة ويروح. بون غدا من ذاك يعيط له خوها قال له اسمع يا خو ديجا وهادو زعما باللحية ودينين زعما يا خو راكو راه واش راكو راح نجيبوا الطفلة راكو طيحتوا بها كيفاش الذهب والدراهم ولي كافطو وصباطات وداك الشيء كامل اللي ما شرط واللي ما شرطوا والو انا رايحين نجيبوا هذا الشيء كامل وتقول له. قال له ما لا روح لبلادك وليدي في كندا. قال له ما لا روح لبلادك ارفد روحك وكي تعاود تولي جيبوا 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 جيب ما نقدرش نسمي لك واش قال له جيب لنا وما تنساش الكبش وصوالحه. لا اله الا الله محمد رسول الله. وانا قاعده قدام وليدي داير لي لو بارلور انا رانا نسمعوا كنا كاع فامي. ايه قالوا دوك كي راكو جايين تسمى جيبوا لها الذهب وكامل بصح كي تروحوا ترفد روحك زيد جيبوا جيبوا ما نقدرش نسمي لك كلش. هذه في العالم ما صراتش لا علينا. إذا باه سمع هكذا قالوا لوليدي هنا تحبس كلش. لا هاد الطفله ما تدخلش لينا سي بون ما روح لبلادك يا وليدي ما عليك كي تولي كاين البنات بنات فاميليا كاين.
خدموا له الخدمه على الطفل بيان كوم يفو وليدي، ماشي باسكو وليدي عاقل نية الله، خدموا له الخدمه بيان كوم يفو يا وليدي. وراه كل حاجه هنا انا ما قدرتش نهضر، راني مريضه في حاله راقده، نجوز لك الحاجه يكمل لك الحكايه. داولي الولد زوجوه هذه في بوعرفه، زوجوه وداروا العرس وبلا وبلاش، وحنا نتباكاو في الدار ما سمعناش كامل. اسمح لي. الو الحاج حمو. انا معك خويا. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا. انا بابات الولد كيما حكات لك الحاجه، هاولي كيفاش صرات. كامله. انا نسمع فيك. نعم حاج حمو، قد نقسم لك بالله غير ذهب شاريا نولو في البليده. ايه. بيعهم دوك السياغين هذوك شارين له من كل شيء شرينا له. مالغري اللي قالوا لنا نحبوا غير لهنا. من بعد دارونا دوره واحده اخرى. حصينا وداروا الولد. داروا العرس في الصال دي فات وكذا وكذا، وبابا انا نبكي والحاجه تبكي. وحنا قاعدين في جورنا. الدار راح. وخدم لها الكوارت وراحوا للخارج. وحنا ماشي سامعين قاعدتك. اسكو هذه جايز هذا الجزوات الله يرحم لك على والديك. انا مرات فيها. تضحك ها. هذا وليدك هو النافخ. ايه. وليدك هو النافخ هو. انا مع احتراماتي ليك وللحجة. وتسمح لي باسكو هنايا وليدك هو اللي دار الخطا. ولد الخطا. الحغاز عليه. الصبور واش كاين من اللور؟ الله اعلم. دوك هذا الله اعلم. الغيم يعلمه غير ربي. باش يولي سحر وداروا له السحر كي قلتي لي اخوه وصحاب الجوامع، وصحاب الجوامع ما يسحروش. بالك السحر تاعها اللي يغلب، المعامله تاعها معاه سرقت له قلبه، نساته في يماه. هاكي معايا الحجة؟ اسمح لي وليدي، أنا ماشي وليدي اللي دار خطأ. معليش أنت شافي الحجة، روح دار الخطأ، ما داش الخطأ، راهو داها وراح، على ما حضركش. أنا بنتي ما نعطيها لكش حتى تجيب مالك. معليش أنت دايرة هكا، بصح كاين ناس نورمال. شتي الحجة؟ ومن وضع الناس سوى ليس لعقله دواء. انا هنا رد اللوم على وليدك. وليدي لا عين افوا، وليدي سحروه مسكين. انا دوك نقولها لك. الله اعلم، انت رايحه للسحر. على حساب انا واش قلت يخدموا له خدايم؟ رايحه للسحر، والسحر هذا حاجه غيب. قلت لهم انا في التليفون، عيطت لها المتبقى، قلت لها شوفي ماذا بك ما تزيدوش تصلوا بينا، كي جات من عندكم هي الله يجيب لها، وليدي الله يجيب له. هبلوا وليدي بالتليفون، هبلوه. ولاو يعيطوا له كي راح للكندا يعيطوا له، جابوه حنا الاخبط، زوجوه وباباه. معليش هو كي يجي على ما جاش لدارهم اختي. وش وليدي اللي دار الخطا؟ كيف الحاجة؟ الو الحاج حمو. ان شاء الله ربي كاكي، ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. اذا كان كاين السحر عنده مده يعيش فيها ويموت. الحاج حمو. نعم. الحاج حمو حبيت نحكي لك برك، نهضر معك برك كلمه برك. قول الحاج خذ راحتك. رجله ولا يزوجوا بنتهم بلا مواليه. يا كاني قلت لك الحاج كل واحد كيف داير، الله يسترنا. احنا من العادات والتقاليد تاعنا ما نقبلوش بهذا الزواج. صفة وماشي جايزه، انا نقول ماشي جايز. ما نجمش نقول جايزه وماشي جايزه. الطفله يعني لا تنكح الا بولي، بصح الطفل يزوج روحه نورمال. برك من الاداب، وراه يماك وباباك، الى يماك وباباك ما يشاركوش الفرحه تاعك، والزواج نصفه الدين. كيفاش حنا نقبلوا هذا الزواج؟ لا وتانيتك الحاج، وتانيتك هما وكان راح مع الاول الولد خطب وحده. قال وجا خطب لنا وحدنا، راهو كذب لي ما عندوش ماليه وكذا، صح. مي هذا رحنا فاميليا، رحنا ديليغاسيون في الخطبه. معليش الحاج. شيك في ديجا في انت هنايا. معليش الحاج ما تزعفش الحاج. دوك انا قلت الموقف تاع وليدك علاه يروح وحده، علاه دار الزواج وحده. رانا زعفانين عليهم ماشي على الكيران، نهضر معك انايا ماشي انت خطيك انت علاه هاك فاهم. اني فاهم الحاج. نعم انا ما نظنش هادو من بوعرفه،
جاو سكنوا في بوعرفه. بعدك جاو سكنوا في بوعرفه. نكون صريح معك، ونحب بوعرفه ونحب اهل بوعرفه وانا من بوعرفه ونعتز بها. نعم هكذا. ما كاين هذا الزواج ما دام اللي ماتوا بابات راه مقهورين فيه. انا ما نظنش هذا الزواج. وحنا ما سقسيناش عليهم. قالوا لنا الناس علاش ما سقسيتوش وكلش، راك فاهم؟ وعلاش قلت لك الحاج سكي في ديجا في دوك حاجه فات اوانها، حاولوا كيفاش تفهموا اللغز هذا اللغز حاولوا تفهموه. فهمت الحاج؟ انا عمي حاولوا انتوما تفهموا هذا اللغز، بالك وليدكم راه مسحور. ايه ما بصح هما هما، انا نعطيك برك نصيحه، اسكو نتايا تبدا تسمح لي نبوزي كادي لا كيسيون، اسكو نتايا بربي ان شاء الله بنتك تعطي بنتك بلا موالين الولد؟ يا الحاج نعم انا من المجتمع هذا، انا ما نمشيش بالطريقه اللي تقول فيها انت. هم ايوه صح ايوه ايه واش هي؟ علاه حتى تقولي انت انا ولا انت ولا كاع كيف كيف؟ حنا الدين تاعنا يأمرنا باش نبروا الوالدين تاعنا. اه يا اخي هكا. ويماه راي ويماه راي في حالها راك شفت هو سببها دار رايو ودار لهم رايهم، اقهر يماه ما يجوزلوش. هذيك صح. قهر يماه وباباه. ايه معليش اليمات اكثر من البابات، حنا رجال نجيو نتسامحوا الله يهنيه. حنا رجال هكا الله يهنيه، بصح اليمات لا صح. اليمات صح. لا صح سما سرقوهولها غدروها. ايوه يعطيك الصحة. انا اللي فاهم مقصد تاعك، انا ما جيتش من بنغلاديش، انا وليد الجزائر ونفهم. انا غير قلت لي منين فهمت. على بالي على بالي. انا واش حبيت نقول لك؟ هو ضعف الشخصية تاعو وقالت لي وليدي حنين وليدي مسكين، حنين معك الحنين هكا يدير. وليدك غبي. وليدك غبي. دار لهم قسطوهم ما خلاشوش ينسى. برك ندعيو له الله يهنيه الله يرجعوا صوابه. ايوه وكان يشاهد بيماه يحب يماه يحب يشاهد بربي يحب يماه، ما نشاهدوش باليمات، نحبوا اليمات نحبوها في وجه ربي. نعم لكن هو هنايا علاش جا من كندا؟ كندا ماهيش هنا 7000 كيلومتر ولا اكثر. نعم ماهيش هنا. ها ندير لي سكار في دارنا ونروح ليهم. هو كيف جا ديريكت ليهم دار الصلاه وراح ويما وين تسكنوا انتوما؟ واش من جهه؟ ولدي احنا ولاد الجزائر، انا المراه ديالي بنت القصبه وانا وليد البيار. الله خيار الناس. وين تسكنوا؟ بخير يطول عمرك. وين تسكنوا؟ احنا رانا شدود هنايا. وين تسكنوا الحاج؟ وين تسكنوا؟ دركا. ايه في الصوالي. الله يبارك يا خويا. واش نقول لك؟ الله يصلح الشأن والله يكاكيه يرجعوا لصوابه. فهمت؟ نعم. باسكو الشيء اللي داروا ما يندارش. صدمة للعائلة، صدمة للأم، صدمة للأب. هما تاني تيك الخدمة اللي وسوا تاني ما تنجاش، هما عندهم الكثرة. يا خويا دبر راسهم يتحملوا أمام الله. باسكو هما وكان الوفو يزاولوا قالوا له نحبوا باباك ويماك، وحنا خاطر ورينا بس ماشي كاع الناس يحبوا اليمات والبابات يا الأخ. ايه رحنا فاميليا عندهم. ايه هذيك لا ديليغاسيون هذيك ما عجبتهمش. ايه اوا تسمح لي ولا ما عجبتهمش حنا خير منهم الحاج. ربي يعلم. حنا ما نجيو معك ما نجيو معهم، حنا نجيو مع الحق. الشيء اللي داروا ماشي مليح. راني نقول لك احنا خير منهم. الصبور منين جاو هما وجاو البوعرفه. شوف احنا لا يسخر قوم من قوم، عسى ان يكون خير منهم. انا نقول الشرع تاعنا، الشرع هو من الاعراض، يعني الحاجه اللي تندار وحنا راضيين كاع نقبلوها الشرع يساندها، الحاجه اللي تندار وحنا نرفضوها الشرع يساندها. نعم لذلك الخطا الكبير انا نقول لك هو دارو. ضعف صح ضعف. هسينا دقيقه الحاج. خلاص الله يعين فوق الحاج. شوف انا خدموا له الخدمه لوليدي. احنا انا كي رحت كي تبنا احنا وديت بناتي وديت قلبي تزير في خرج، باسكو احنا ماشي باش نزغلت. احنا اوني دي جون دو غرو موند وماشي لا بتيت كلاس. هكذاك وعفست بناتي يقولوا لي ماما
كيفاش تدي الناس لتما ماما كيفاش حنا هما. معليش معليش حجة عندي سؤال واحد حجة حجة وعجبتنا بحال خيديها حجة الله يحفظك كندا. معليش ما تهضريش بالكبرية حجة الله يجازيك من عندهم يا اختي وداو لي الولد وزوجوه هذا باباها وخاوتها هادو رجال. شوفي حجة الله يحفظك سمعي لي سمعي لي الله ينورك حجة سمعي لي الله ينورك والسير ديك اللحية انا شفت بروف حطي باباي لي بروف ما راليش بنتي بلاتي سي دي ميدسان واحدة بسيكولوج واحدة حجة ربي يجازيك ان شاء الله ويبارك فيك ويبارك في وليداتك وبناتاتك. حبيت نعرف واحدة حاجة واحدة قلت لهم بحال يا الحجة كيف عرفتوهم؟ يديها ما زيدوش نروحوا لعندهم ومن بعد خرجونا بعد الخدمة يدوا لنا الولد انا راني مريضة في حالة صافي داوي في بني الحجة راني في حالة يا الحجة في حالة اسمعي لي انا جو بونس با يعني تقولوا الولد لي سي سا فوت سي با لا فوت ا مون فيس سي لا فوت ا سي بارون باباها وخاوتها اللي مدوا بنتهم بلا بابا ويماه وداروا العرس في الصاله بلا روبلاش وبابا ويماه يبكيو ما سمعناش. اسكو هذا الزواج جايز؟ انا رحت للعمرة عليهم دعيت عليهم في العمرة شفت كامل الائمه تما قالوا لي هذا الزواج باطل حقه هذا الزواج باطل. يا الحجه ربي معك خرجي صدقه صدقي صدقه الصدقه تطفئ غضب الرب وتجيب الرزق. تقول دائما هذيك الصدقه ما تهضرش عليها. صدقي قولي حسبي الله ونعم الوكيل اذا كان وليدي مسحور نوكل عليهم ربي خاش من لا غير نرقد بنوكل ربي نرد بنوكل ربي يعني الحجة جايز شكون اللي يعرفك بهم؟ معليش شكون اللي يعرفك بهم؟ هذا الزواج جايز جاوبيني الحجة شكون اللي يعرفك بهم؟ هذا الطفل كنت تشوف كي جا وليدي من كندا دخلنا للحانوت تماك في بليده تاع القش مصري تخدم عنده قالنا يا ودي انا ما نعرفش بصح تخدم عندي هاي دارهم وين؟ كنا نروحوا نشوفوا دار ديجا كي رحنا لدارهم شوف لا كلاس ماشي باش يعني كبيره لا كلاس ديالنا وديالهم صار غير فوا مي بون قلت الطفله يعني هكذا شويه داو كامل ومن بعد خرجت لنا بواحد الخرجه دات الطفل وراحت دار لها الكوارت وراحت حنا ماشي سامعين. ايه قافزه استعرف بها قافزه. ايه قلت له ياك على ربي معك ان شاء الله الحجه دينا معك ان شاء الله ربي يشفيك وليدك ويرجعوا للصواب تاعو تصالحوا خاش الا قعد هكايا متزوج معاه وتغلب انا تخافي عليه. انا عهد الكعبه دموعي نسحتهم في الكعبه. آه السلام عليكم عندي مكالمه الحجه. السلام عليكم بارك الله فيك الله يجيب الخير وخلاص. انا اللي تاع كلمه حنا ومقامنا ومقامكم وحنا وحنا هذه تفاخرنا ما نحبوش هيلاتيك. اذا كان ان شاء الله ندعو له بالخير وندعو لها بالخير وندعو له ان شاء الله ربي يسامح بيناتهم ويوفق بيناتهم. دوك حاجه اندارت انا حبيت نعرف الانشغال وشنو الانشغال. انا فهمت اسكو الزواج هذا حلال ولا حرام؟ ما هو حلال ما هو حرام هو خالف يماه وباباه ودار رايو دوكا سا ديبون كل واحد عنده اسراره. اذا هذو الموالين معقدين احشم بيهم دار في لافير تاعو وحده وخلاص قالت بيناتنا نزوجو وخلاص الراجل ما فيهش مشكل. الطفله اللي فيها مشكل الطفله ما تزوجش روحها لازم مواليها يزوجوها. ما الراجل يتزوج نورمال عادي جدو عادي برك الاعراف لازم يمات والبابات اللي يمات والبابات باش يكون فرحه عائليه. يعني هذه هو الخطا هنا دار الخطا. انا ما نضرش الدرجه انه يعني يكره يماه وباباه الدرجه هذه. بالك يماه وباباه ضغطوا عليه بالك شافهم زواخين بزاف يزوقوا ما حبش يدخلهم في حياته بالزوخ تاعهم يديروا تبهديل هو حاب يتحصن وهذا كود فودر شاف في حانوت. انا حبيت نعرف همزه الوصف ويا صدقت بيناتهم الحمد لله. الو عندي مكالمه. نعم الو انقطعت معليش بالك يعاودوا لنا. لذلك هذا كود فودر يعني ماهوش عيب دوك نبقى انا يا ماشي لا كلاس تاعنا مشكلة كلاس تاعنا مشكلة كلاس تاعهم ما لا يسخر قوم من قوم. سبحان الله احنا امة الرسول ما نتعايروش بالارزاق ما نتعايروش لا لا هذا رزق ربي اليوم عندك غدوه تجيك ابتلاء ولي ما عندك والو وهي ما عندها والو تولي عندها بزاف حاجات بزاف حاجات. يعني ما يشمش الانسان يعاير الناس بنتي يعني كذا يجي يخطبها هذاك الاخر. واحد النكته نحكيها لكم. واحد مسلم تقي كي راه يخطب وحده يقول له ما زالت بنتنا تقرا وهو يمكن ما عنده والو يقول له كاين اللي كيديوه مثلا كان يجيهم واحد ببوكو حله الحبات كذا وطوموبيل شابه وفيلا وليزين وكذا هو خاطي طريق يقول لك ربي يهديه ومسا يقبله
الاخر باش يقولوا ربي يرزقك ويقبلوا، لا لا مصح هذا ربي يهديه. ايه لذلك هو الخطا اللي نديره حنايا. الو 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 عيدك مبارك، تقبل الله منا ومنكم وكل عام وانتم بخير. شكون معايا؟ سامي ان شاء الله. نسقتك على واحد السؤال. شكون معايا الله يحفظك؟ البليده. اخت من البليده؟ ما تاع ايه هيا اخت من البليده. نعم اختي كبير وانا يا عمي مانيش نسمع فيك، عرفتي صوتك؟ ايه يلا جعلنا كبير مرتو ميكا راك تسمع؟ الو اني نسمع فيك. نعم قلتلك جارنا كبير ومرتو ميتا 70 سنة هكاك وانا عندي 60. كي قلت انا بالحلال خير انا دوك بنت فاميليا قلت له يا الحاج وكنت حسبت تستبيت معايا انا تغشيش وشناف وكيفاه وانا نيتي صافية والله تي شحال في عمرك؟ 60 سنة. الله يبارك، وهو شحال في عمره؟ 75 76. الله يبارك، اسمح حبيبي تحصني، تي حبيبي تحصني وجارك خير. أنا عارف؟ قلتي ندير الخير ندير الخير في جاري وخلاص. إيه وهو جار هو يعرف أن احنا مخطوبين واش نهيل شوش ولكن يسمح لنا قلت يا يدك ويعطيني الولد ويمشي. مانيش نسمع فيك اختي هاي تتقطع الهضره مش نسمع فيك. شوفي بلاصه الشابه هضري فيها. هادي مانيش نسمع فيك كامل. قلت لك انا هادي عيب كي تقول ايا انا خير من واحد اخرى انا ربي وعالم به. ما فيا مانيش نسمع فيك كامل يا اختي، المكالمه رديئه بزاف. حاجه ماشي كي هدرتها مانيش نسمع فيها كاع نسمع فيها. الو الو شو الشومه الو وي هاي نسمع فيها قام نسمع فيها ربي يجيب الخير بالك تعاود لنا ان شاء الله. قلت هذو المواضيع تاع باش واحد كما نقولوا حنايا يعاير انسان ولا كذا ما يجوش في الاسلام. حنايا لازم نديو قال من ترضون دينه وخلقه، هذه طفله لجهه واحد ترضى الدين تاعو الخلق يتقبل بها، وهو كيف كيف هو يحوس يعني هكا اثر بذات الدين تربت يدك. ماهوش عيب يتزوج بوحده شابه، ماهوش عيب يتزوج بوحده مرفها، ماهوش عيب يتزوج بوحده بنت فلان وفلان، ماهوش عيب ماهوش عيب، ولئن الرسول قال فاظفر بذات الدين تربت يدك. يعني احنا هذه لا احنا دوك ولينا نتعايروا، نهار اللي يروح تقلب يتزير هو يديها ماشي تيا، ولا برفتي قلبك تزير هو اداها. ورا المشكل المشكل احنا ماناش نعرفوا ندعيو. انا وليدي تزوج الله يسهل عليه الله يهنيه ما عنديش مشكل، المهم فرحان الله يسهل. انا ما يهمنيش اش جيبها لي ليا جيبها نفسه ربح عليها ربح، ما ربحش دبر راسه. ما يقولش بابا ابي وقف لي عظم ما جاش معايا ما مشاش معايا لا لا. الو عندي مكالمه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. شيخ واش راك لاباس؟ صحيح لاباس الحمد لله. عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم. شكون معايا؟ عيد مبارك كل عام وانت بخير. الله يسلمك. شكون معايا؟ فوالا معاك ام هبه من الجزائر العاصمه. بارك الله فيك ام هبه مرحبا بك. الله يسلمك. فوالا شيخ حبيت نفقتك. نعم فتاوي بارك الله فيك. الفتوى الاولى شربت حبوب من الحمل في رمضان باش نصوم شهر كامل. ايه اسكو يجوز لي باسكو صمت شهر كامل اسكو يجوز لي نشرب حبوب من حبوب من مسح هذا ام هبه ام هبه. نعم الله يحفظك. هذا السؤال سبق اوانيه، هذا كنت تساليه قبل رمضان. وشنو؟ كان سالتيني قبل رمضان على حتى صمتي بس إيه باسكو سييت المتصل لك. انا نجاوبك ما كانش مشكل ربي يحفظك، هو لا حرج في ذلك، لكن كان خليتي روحك طبيعيه طبيعية جد طبيعية. ايه فهمتي؟ ايه ما هذا حاجة دارها ربي عز وجل. خلي ايه انا كان وكان وكان قبل رمضان. انا مش طرات لي من العادة تاعي ولات مفترضة. يا اختي
مع كل احتراماتي. هذا كعلم افترض. هذو الحبوب منع الحمل او باش الانسان بيصوم يكمل الشهر تاعو لا ماهوش عيب ماهوش عيب. لا حرج في ذلك هذا بحكم جمهور العلماء ماشي انا اللي قلت وما قالوا، لكن بعضهم قال لك وكان تخلي روحها نورمال جدو عاديه باسكو عندها ايام تخلفهم في الفطار. خاطش هذوك الحبوب راهم يسبوا مشاكل وخد اخرى. اقرا لا نوتيس لا فيها الداخل تصيبي واحد الاعراض راهم فيك بالك دوكا منهم بالذات. لكن هاي ام هبه. باسكو انا العاده تاعي كان انا ما حسيت بالذنب يعني ربي يغفر لي. انا صافي دوك انا العاده تاعي ما ست ايام ولات تضطرب تولي فمية تسع ايام انا بها خفت انا. اي بروبليم هرمونال ما عندكش عيب في ذلك، فهذه حاجه طبيعيه. يعني جد عادية، لكن حتى وشربتي الحبوب وتنظمت ما هوش حارج، يعني جائز جائز ماشي حرام، ما درتيش الحرام. اه ما درتش الحرام، انا هذا هو الصح. فهمتك، فهمت المقصد تاعك، ربي يحفظك ام هبه. خفت لا تحولي في وقت معليش معليش، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، لانه المجموعة العلماء افتوا بهذا الشيء هذا، هي افضل المرأة تكون طبيعية، جد طبيعية. تفطري واش تفطري تصومي واش تصومي ما عنديش كي عندك هذا الاضطرابات الهرمونيه هذه وكذا ماهوش عيب يعني بعض الجمهور العلماء بجوزوها قال لك لا حرج في ذلك. بارك الله فيك شيخ معليش نزيد نفوت في خطوه واحده. معليش انا مولاديتي عنده قريب 15 سنه دار اوبيراسيون تاع ان ديبي تيمور. ايه فهمت ان ديبي تيمور طحنوا في رمضان. ايه خطر هذاك رمضان كامل. ايه نورمال. بكره 15 سنه ما ردوش، قال لك ماشي في رمضان كان في 29 يوم، رمضان كان في 30 يوم، عندي محصوم وصوم وصوم وجه سقيف، وكيفاش ندلو؟ هو اش قلتي 15 سنه؟ عنده 15 سنه، نور تيما حكموه نقصوا بون كان مريض، كان معليش كان مريض مريض ما شاء الله مساح برا لا لا برا راه بصحته راه او يصوم دوكا نورمال أو يصوم نورمال عنده 15 سنة. معليش معليش معليش. أنا ننصحو ننصحو سكي في ديجا في ماشي ياو قديم. معليش هو ماشي كلاب العاني باش نهرب 60 يوم لا 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 لا. كان مريض مريض. نهار بمسكين يعني نهار بمسكين. هو عنده 60 مسكين 30 مسكين عفوا. هما واش يديرهم؟ نورمالمون 30 مسكين عنده 30 مسكين ولا 29 مسكين. هكذا. دوك هذه عندها 15 سنه فاتت يحاول كل مره يوكل واحد يوكل واحد حتى يلحق 29 واحد ويصومهم كان يفهم في اختي دوكا يصومهم عندهم بزاف ما صامش عمر ما مخلفهمش يخلفهم بالنافله يصوم الاثنين وخميس اثنين وخميس اثنين وخميس ان شاء الله ربي يرحم الرحمن يتقبل منه والله يجيب الخير واسمح لي شيخ معليش نسقسيك كي خرجهم دراهم شحال يخرجهم هو ما يلايمهمش اختي ما يتلايموش لازم كل يوم يفطر واحد ولا يعطي كيما نقولوا 12000 واحد 12000 الواحد بارك الله فيك ربي يجازيك الشيخ امين امين كل عام وانت بخير الله يحفظك دين تاعنا فيه تيسير ما فيش التعسير امين بارك الله فيك اختي ان شاء الله بارك الله فيك ربي يجازيك صح بارك الله فيكم المهم لحقنا على نهايه الحصه وفاتت يعني ما شاء الله معكم وربي يتقبل مني ومنكم رانا في هذه الايام تاع العيد ان شاء الله ما تنساوش التسامح بيناتكم وما تنساوش يعني زياره الرحيم وبارك الله فيكم والسلام عليكم